أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. انتشرت كميات من الغيوم المتوسطة والعالية في المنطقة الشمالية كنتيجة لاستمرار تأثر هذه المناطق بحالة محدودة وضعيفة من عدم الاستقرار الجوي. خلال الأيام القليلة القادمة اعتبارا من يوم الاثنين يتوقع تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس في المنطقة الشمالية كنتيجة لعبور لكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد في عموم أو تعبر شرق البحر الأبيض المتوسط وأيضا منطقة بلاد الشام وتأثيراتها تصل نحو شمال المملكة العربية السعودية. نبدأ نشرتنا باستعراض خرائط توزيع درجات الحرارة المتوقعة من يوم السبت وحتى منتصف الأسبوع. يوم السبت تبقى درجات الحرارة حول معدلتين مثل هذا الوقت من العام في عموم المناطق باستثناء المنطقة الشمالية حيث تكون أعلى بقليل من معدلتين مثل هذا الوقت من العام، لكن تقترب تدريجيا هذه الكتلة الهوائية ذات الدرجات الحرارة الأقل من معدلتين مثل هذا الوقت من العام تبدأ تأثيراتها على مصر وأيضا بلاد الشام يوم الأحد، تصل نحو شمال المملكة العربية السعودية اعتبارا من يوم الاثنين لتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس في هذه المناطق خاصة خلال ساعات الليل حيث تكون الأجواء مائلة للبرودة إلى برد نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية من منطقة تبوك. نذهب الآن للعاصمة الرياض وتوقعات الجوية الثلاثة أيام القادمة. درجات الحرارة تكون حول أو في أواخر الثلاثينيات مئوية بشكل عام كحرارة عظمى، أما الصغرى تكون في منتصف العشرينيات مئوية مع أجواء مستقرة بشكل عام. بالنسبة للأجواء العاصمة الرياض خلال هذه الليلة أجواء صافية مع 27 درجة مئوية كحرارة دنيا المحسوسة، 26 رطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي المدن السعودية نبدأها شمالا من تبوك حيث تسجل 36 إلى 18 درجة مئوية كحرارة دنيا، مسكاكة 37 إلى 20 وعرعر 37 إلى 20 أيضا مع انتشار لبعض الغيوم بدون فعالية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 39 إلى 25، جدة طقس صافي 32 إلى 27، مكة المكرمة 43 إلى 27 والطائف 31 إلى 21 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أتربة مثارة في أبها 27 إلى 14، الباحة 26 إلى 18 وجازان 36 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 39 إلى 27، حفر الباطن 41 إلى 25 والإحساء رياح نشطة وأتربة مثارة مع 41 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 39 إلى 26، بريدة 40 إلى 23 وحائل 37 إلى 20 درجة مئوية مع أجواء مشمسة ومستقرة بشكل عام. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.